مبطلات الصلاة يعني أشياء إذا فعلها المصلي تكون الصلاة باطلة ولابد من الإعادة. إنت وامز دود يشتغلون شغلات يوتر دو وامز دود يشتغلون شغلات عمل يشافش وامز يوضى ديستو. الأول أن يتكلم متعمدا عالما تحريم الكلام في الصلاة. دو حرا إذا وامز يشتغل شعا قم يقدر يقام يشخاء فوشتو قم يقدر يقام يقدر الثاني أن يتحرك حركة كثيرة حتى تراه وتظنه أنه غير مصلي من كثرة ما يتحرك لغير حاجة. نعم، والانحراف الكثير عن القبلة، يعني انحرف يمين أو يسار. يخا قبلة قبلة جرا شوخ تعبير زن خلر ديك. نعم، و كذلك انكشاف العورة، وهذا يحصل غالبا في من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد. يخا اشتا عورة بوشالر إذا أقر دوك حنجر دوشتو فوتبول كي خشي يعلامز ديش بوشالر سجود دينش خناع بوك بوش بولتو. وانتقاض الطهارة، إذا انتقضت الطهارة مثلا خرج منه ريح انتقضت الطهارة لابد يخرج يتوضأ ويأتي يعيد الصلاة. يخا لامز لامز دور يسلي تن لامز كرر دالي شا لامز دي أشوال شا لها يخا شي لامز كرر دوخشا لامز جر أرى أولي لامز يغضو يغضو. الضحك، الأكل، الشرب من مبطلات الصلاة. فيلر لا مصدوشتو يهو يأم يعرض عمالر تو لا مصدوشتو وديشتو.